السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ اختكم لبنى بالماسك بالماسك. الله يرفع عنا الوباء والبلاء يا ربي، يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين يا ربي. اليوم جيتكم مع الصباح، نقول لكم صباح الخير، نهاركم مبروك ان شاء الله، ودوزوا معايا النهار ديالي. خرجت اليوم غدا نتقدى شي حاجه، وغدا نمشي ندير التست ديال كوفيد. البارح مسكينه صاحبتي عيطت لي، قالت لي راها الريزلت كتخرج على 15 مينوت، يا با بوكو دو موند. قلت علاش لا، غنمشي نحيد الشك. كما كتعرفوا الوليدات كيقراو دابا، البنات في الكوليج، يعني كاين زعما كاين انديكا. قلت علاش لا نمشي نحيد الشك، باش اونسي جامي تي، لكن ندير احتياطات ديالي اكثر. الله يسمعنا ويسمعكم سماعات الخير. ان شاء الله يكون خير. غادي تكونوا معايا وغادي نمشي لاكسيون، لان اكسيون محلول خاصني كيلكو برودوي. غادي نمشي نشوف شنو كاين، غنوريكم. المهم غنوريكم الاجواء. اللي ما يقدرش يخرج خليكم دوزوا معايا النهار ديالي. نتمنى لا فيديو تعجبكم. ما تمشيو فين، راه غادي نديكم مازال الكوزينه، غادي نوجد واحد الشهيوه زويونه. يلا اتتالخ. فوالا هنايا الحمد لله درت التيست والحمد لله نيجاتيف. الحمد لله يا ربي. كما قلت لكم بغيت نحيد الشك، والريزلت كتخرج في 15 مينيت. صافا انا ومول الدار الحمد لله الامور مزيانه ان شاء الله يا ربي، لا يضر حتى شي واحد يا ربي. يلا دابا نمشيو تمشيو معايا. وفوالا بنات، هنايا جيت للسونتر كوميرسيال ديال دوميس. انا كيما حلو هنا صاي اكسيون، ولا كيجيني هنا قريب قرب من اي بلاصه اخرى ليا. الدنيا خاويه مال فهاد البلاصه، كاع ما نلقاو فيها كاع بلاصه للباركين، خاوي. وحتى السونتر كوميرسيال كله مسدود خاوي. من اللي عجبني انه رغم خاوي ورغم كل شيء مسدود، الدنيا كتشعل شعيل، الدنيا مديكوريا، الدنيا زوينه فريمون. دخلت عجبني الحال، فرحت. شفتوا العين مني كتشوف شي حاجه زوينه فريمون كتفرح. صراحه صراحه الله يرفع لنا الوباء والبلاء، حيت هاد البيريود هذا كتكون فرنسا كلها مصوبه، وهنا جينا الاكسيون. بقى فيا مسكين اكسيون. هنا البروتوكول كما كتعرفوا، الدنيا كلها مغلفينها، والو لي غيون كلشي مغلف، ما كاين حتى شي حاجه. كلشي مخلين عير لي برودوي و لي فورنيتور سكولير و لي برودوي دو بوتي، سيتو صافي. كلشي مساكن مسكوتشينو فحال هكذا. فوالا هنا شويه الادوات المدرسيه، لان كما كتعرفوا لي كولات محلولين. وهنا لي برودوي صافي، هما اللي كاينين، الشيء الاخر كلشي مسدود. مال في اكسيون كيكون عامر عامر، حتى هو فريمون خاوي. لي بيرسونال مساكن اللي خدامين اكثر من لي كليون اللي كيدورو، يعني اي حاجه كتوشا كيعاودو يمسحوها، و لي شاريو كلشي. شوفوا الدنيا كلها مغلفينها، وانا كندور لقيتهم مغلفين واحد لي بلاطو شحال وانا كنقلف عليه. وهي تقول لي انتيردي ما يدوش فلاكيز واخا تاخديه. انا كما قلت لكم دي برودوي دو بوتي هما اللي خلاوهم كاينين زعما. فوالا الدنيا كلها
وهنا ما يخشى، انا كيما كنجي لدوميس كتحمقني ميزون دي موند، لقيتها مسكينه مسدوده، شوفوا لا طابل كيفاش مدرسيه كيفاش محطوطه كتحمق. حيت كيما قلت لكم بوندو نوال الدنيا كتكون كاع لي ماكازان كيجيبوا النوفوتي ديال المواعن كلشي، يعني كيكون دائما الجديد في بزاف ديال الحوايج، لي طابل كيكونوا فريمون فريمون طوب. ولكن معليش وصافي، حبوبات ديالي حنا خرجنا هنايا، يلاه نديكم للدار نطيبوا عشيوه. انا جيت للدار، خصكم غادا دير اليوم غولي بوم دو تيغ اللي كيجي زوين، كيبغيو الوليدات الصغار والكبار وكلشي كيجي رائع. غير البطاطا والفخوماج انا سابقني منزلاته في الانستغرام، دائما كنبقى نقول على الانستغرام ديالي بالنسبه للبنات الجداد اللي التحقوا بيا في القناه، يتفضلوا مرحبا بهم عندي، دائما كنخليه مكتوب. غتشوفوني في الانستغرام نشيطه واحد شويه، هنا كنقطع بطاطا، خص ضروري تكون البنات رقيقه باش الغولي ديالنا باش طيب لنا، حيت ما غنسلقها ما حتى شي حاجه، باش البطاطا كطيب لينا في الفران. كندير معاها شويه المليحه وشويه الكمون، كما كتعرفوا الكمون كيتواتى مع البطاطا كتجي بنينه. البطاطا كما قلت لكم البنات ما مسلوقاش، والوليدات كتعجبهم بزاف، وكيبقى عندكم الاختيار في لافارس باش ما بغيتو باش ما بغيتو تفارسيوها. هو ليسونسيال انها تكون مقطعه رقيقه. صافي هنا خديت الفخوماج غابي، ضروري البنات هذا الفخوماج غابي يكون بالكثره، لان الفخوماج هو اللي غادي يخلي لي البطاطا باش منين نجي نبغي نروليها تروله لي مزيان، هذاك ملي غيتفوند الفخوماج غادي يساعدني باش نرولي البوم دو تيغ تاعي. نفرشوا على هذا البابي كويسون اوبليغاتوار، ضروري يكون هذا مفرش، البلاطو يكون مفرش له. انا ما قدتنيش هذا الباكي، زدت باكي واحده اخرى لان كما قلت لكم ضروري ضروري، ماشي ضروري تخدموا بنفس هذا الفخوماج ديالي، تخدموا باي فخوماج غابي. وغنبداو دابا نسرحوا هذيك البطاطا وحده على وحده، ملاصقين ملاصقين، وحده ملاصقه مع وحده، ما نخليو حتى شي فجيوه صغيره، باش الغولي ديالنا غادي يجي مزيان يتجمع لينا مع هذاك الفخوماج كيتجمع مزيان. فحال هكذا غنبقى تنكمل البلاطو ديالي كامل. وانا في هاد الاثناء درت هذا، درت الفور يسخن، شفتو تكون مرصفه مزيان 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 وحده على وحده، واخا تبان شي فجيوه نخشيو فيها شي مورسو ديال البطاطا. غندخلها الفرن على درجه الحراره 180، وعيننا ميزان واقيلا 15 دقيقه يمكن اللي كطيب فيها، كطيب في ساعه لان البطاطا مقطعه رقيق دغيا كطيب في ساعه. وانا دازنا باش غادي نصايبوا لافارس ديالنا، كما قلت لكم كنحتاج بصيله وشويه الكفته وشويه الفليفله والعطريه هذا، شويه البزار شويه الفلفل الاحمر شويه جونجومبر شويه الكركم، وداك ثلاثه الفصوص ديال الثومه نحكهم عادي زعما. لافارس كتبقى اختياريه، كتبقى اختياريه، انا عي كندقق واحد شويه على بالنسبه للمبتدئات واللي بغاو يديروها بنفس لافاسون اللي درتها انا، يا اما اسمحوا لي دائما كنعتذر من الناس اللي كيعرفوا، كنقول لكم راني كنبغي ندقق باش اي واحد يكون يلاه البنيتات الصغيرين يلاه بادين اللي جرب الوصفه ديالتي تخرج ناجحه معاه 100%. نشحرها واحد شويه هذيك البصيله والفليفله، ونزيد مع هذيك الكفته وهذيك العطريه كامله. انا غادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال الطوماط كونسونطري باردون ما قلتهاش، هي والمعدنوس، وكندير واحد الربيع كاس ديال الماء عيب باش هذيك العطريه تحل مع هذيك الكفته. فوالا، وانا صايبت هنايا واحد الشوربه ديال تلسان العصفور وكفته، بغيت نرافقها مع داك الغولي كيما تقدروا ديروا اي سوب، دابا البرد هادشي اللي صلاح. وهنايا البطاطا ديالتنا ها هي وجدات، قلت لكم راه دغيا كتوجد،
نخليها تبرد تماما صافي. كنشوف اون فوا كنشوف هذاك الفرماج تفوندا صافي كنعرفها راها سي بون وجدات. هنا مني بردات ليا مزيان هيا كنهزها بحال هكا الفرماج صافي شاده متماسكه مع بعضياتها. غادي نحط هذاك الخليط اللي وجدت حتى هو خليته تبرد وغادي نايطاليها مزيانه نستعن بواحد السباتي وندوزها كامله كامله باش ما تجيناش ناشفه. هنا كاين اللي كيبغي الا بغيتو ديروا فرماج غابي تقدروا ديروه. انا درت فرماج ديال الساندويتش هذا تقدروا ديروا اي فرماج نتوما كتبغيوه. كنستفو عليها بحال هكذا عادي يعجبكم هاد الغول اللي جربتوه. شكرا حبيباتي البنات اللي طبقوا الخبز ديالي. شكرا البنات اللي كيقولوا كلمه زوينه في الحق ديالي. الله يكبر بكم. صافي وكنستعد بالورق وكندرولي بشويه بشويه كيترولا لينا ساهله. على هذا الشكل علاش قلت لكم انا قلت لكم خصو يكون الفرماج شويه بالزايد باش كتجيني الغولي كيتجمع مزيان بحال هكا. الا بغيتو تزيدوا عليها شويه الفرماج غابي من الفوق تزيدوه. انا ما خدمتش صافي جوج باكيات اللي كانوا عندي صافي الله يجعل البركه ما خدمتش بها. كندخلها شويه للفران عير يتفوندا ليا هذاك الفرماج الوسط ونحيدها. انا درت قطعت واحد شويه ديال الخبيز كنتمنى لا فيديو يعجبكم ونهير اللي دوزتو معايا يكون زوين. هنا الشربة ديالتنا جاهزة. والغولي ديالي ها هو على هذا الشكل هذا كيجي غزال زوين غادي يعجبكم. وبون ابيتي. عشيوه خفيفه ظريفه دغيا كتوجد. كنتمنى على فيديو ديال اليوم يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بالكلمات الزوينين كما العاده. اللي اول مره غادي يشوف الفيديو ديالي فضلا وليس امرا يدخل مرحبا بيان سور. الا عجبتو راه دائما كنقول الا عجبتو الهلي خطيكم عليا. شكرا لكم شكرا جزيلا على اي واحد كيعطي من الوقت ديالو كيبرك يشوف الفيديو ديالي. الله يكبر بكم والهلي خطيكم والى فيديو قادم ان شاء الله. تبقاو لي على خير الله يحفظكم ليا. بيزويات.